في عكا النجمات عالبحر حكاي، والقمر خجلان والمي مراي. في عكا النجمات عالبحر بالعادة يلي بزور عكا لازم ياكل سمك، هيك كانت النية الصراحة. بس وإحنا عم نمشي شفنا صبية عم تعمل حمص وفول، تحمسنا وقررنا ناكل عندها، وطلع في قصة من ورا هالمطعم، لقمته طيبة ومعمولة بنفس. خلينا نسمع من عرين قصة مطعم العبد أبو حميد. نحنا بعكا جينا لقينا مطعم شعبي وإله قصة كتير حلوة. مطعم ببيع بيعمل الأشياء تبعت أهل عكا صح، والزمان القديم. عرين عندها، لقيت المطعم هيك في بنات بس بيشتغلوا فيه، فسألت عرين ليش بس بنات، وقالت لي قصة هالمطعم. عرين معجوقة شوي بس بدنا نأخرها شوي. عرين أهلا وسهلا. أهلا فيك. ممكن تقولي لي شو قصة المطعم، ليش بنات اللي عم تشتغلوا فيه بس؟ هي صدفت انه طلعوا بنات. انا فتحت المحل، يعني انا بنت، فالصبية اللي كانت تشتغل بالمحل قبل ما ينعمل المطعم كان بالقبل هو محل سياحة، فهي كانت تشتغل، فتحول شغلة من شغلة اللي قبل لهون كملت معي. والاشي صار بالصدفة كمان اللي بتيجي تجلي، يعني هي بنت، فاليوم صار طابع اكتر انه هو يعني نسائي بالصدفة. بس بشوف انه منيح، يعني مفكر لما انت بتشتغلي مع امرأة انت فاهمة ظروفها وانت فاهمة انه عندها اولاد وعندها مسؤوليات، فممكن تقلطي شيء. يعني ممكن اوقات بتيجي الصبية ما هذا بتيجي مع بنت. طب بدي اسالك سؤال، نادرا ما نلاقي بنت بتشتغل بالحمص والفول والفتة، هذه يعني الشباب كلياتها، فايش معنى انت اللي عامله حمص وفول والتريدي؟ هلا بدنا نتعرف على اكله عكاويه، بس بعكا بتعملها التريدي. بعكا في وحده اسمها سهيله، صبي سهيله، عندها مطعم حمص فول بعكا، هي ورثت الشغله عن والدها. انا اللي صار انه انا خلقت بمطعم، يعني ابوي صاحب مطعم الفنار من السنوات كتير قديمة، فيه مطعم أبو خريستو بالأول مطعم عربي، وراء أبوي خلقت بالمطعم، اشتغلت معه بكل شغله. فإشي كان يعني كيف بالبيت بتنشري غسيل بتغسلي بتجلي، كان لقلي هيك بتعملي كل شغلات المطعم وبتشتغلي بتحضري طبخة. بس ولا مرة هذا الإشي كنت حاسة إني بدي أكمل فيه، فجأة حسيت إنه لا بدي أرجع له. هو على اسم أبوي العبد أبو حميد، هاي هدية مني لإله على كل ال 78 سنة الخبرة اللي أعطاني إياهن من كل المجالات، إذا من أكل إذا من حكمة حياة. فكانت هاي أصغر إشي بقدر أقدم له إياها، إنه أعطيته محل على اسمه، وكنا مع بعضنا نفتح بس هو توفى، كان مريض سنين صار له. فتعيش. طيب أنت قلتي لي في أكلة عكاوية بس أهل عكا القدام اللي بيعرفوها، فبدك تعملي لنا إياها، إيش اسمها؟ اسمها تريدي. تريدي هي في نوعين تريدي، في تريدي اللي اسا انا بدي اعملكم اياها مع لبن، وفي تريدي اللي هي بدل اللبن بحطوا حمص هيك سائل مع تومي. فتي فتي. من تحت لفوق اكلها؟ مش بتاكلي من تحت لفوق عشان يطلع كل الطبقه. تمام، يسلموا ايديكي. والنورس هيمان يغني